ماشي فيها بظهره. عيل غبي ماشي عمال يلطش في عتمة ملهاش آخر وهيضيعنا معاه. بس انت زودتها معاه قوي يا سيد الناس. عاوزه ينشف ويبقى راجل. احنا في ايام ما بترحمش والدنيا سنة سنانها على الاخر، بتاكل اللي عضمه طري وتحلي بلحمه. وابن النوح ما ينفعش يبقى من دول، ده كبير السوق من بعدي، ده كبير السوق من بعدي، ولازم الكل يبقى تحت درسه. طب وخدمتك الغلبانة دي يعني مش ناوي تديها حتى؟ يا بنت ما انتيكي الكل، ما تطمعيش بقى. حتة من السوق أكل منها عيش. تعبنيش على رزقك، التقيل جاي ورا. كلام ما باخدش منك غير كلام. الكلمة عهد، والعهد يمشي على كل الرقاب. والنبي أنا اللي نفسي رقبتي تتلف بأساور، أشم ريحة الدنيا بجد، مش هقضيها خدمة ومرمطة وقلة قيمة. يا بنت هو في قيمة أكتر من قعدتك دي معايا؟ اتساير ونقول اللي طابي على الصدر. النبي نفسي أدخل جوه دماغك دي، أعرف إيه اللي بيدور فيها. تتوهي تتوه كان غيرك أشطر. يوه يا بنت أنا دماغي دي كلها سكك ومشاوير، ما فيهاش ميادين ولا علامات، حتى رصيفها لسه ما قالش اوانه. مش يمكن لما ادخل فيها اوصل؟ حاولي على الاقل تبقي خدت شرف المحاوله. ماشي هنشوف. نشوف ما نشوفش ليه يا بنت؟ الحوار الجامد اللي دخلتينا فيه ده. قومي يا بنت عاوزين نشوف حاجه حلوه. سلام من عيني.
انت سارية، انت سارية، اي بيت يا بيت. في ثانوية عامة ده لو بابا وماما عرفوا ممكن يموتوا فيها. أبوس إيدك. هطلع البلا على جدتك وجدتك اللي خلفوكي النهارده. في بس يا ست مطر، وانا كنت عملت ايه يعني؟ الله، بيت كنت بتعملي ايه جوه بيت؟ ابدا، كنت بساعد المعلم في الشيشه، ما انت عارفه انه صحته على قد، فكنت بشد معاه. اسمعي روح امك، انا ما احبش المسخره دي عندي في البيت هنا. مسخره دي بس كفالة الشر، دي شيشه. شيشه؟ امال بشويش عناية؟ انا واحده نايه، دي تبقى ايه روح امك؟ والنبي معنا دي امينه بيت. الله، لازم الفرفشه للمعلم. عارفه لو شفتك بتعملي اللي عملتيه ده بعد كده هعمل فيكي ايه؟ اقلع الشبشب وانسله على دماغك. وانا مالي؟ الله، روحوا قولوا الكلام ده للمعلم، قولوا انتوا عايزينه انا اعمله. الله، اهو سيب راجع اهو. طب امشي وري لحد يشوفك يحس بحاجه. والنبي قول للمعلم، انا مش هسكت بقى. ها، مهندس عبد العزيز ريان والد شادي اللي خدوه هو مع اصحابه. ما انت راجل محترم كده ومتعلم وفاهم،